بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نستعيد الصور القديمة بتاعتنا من تطبيق صور جوجل ونخليها على الموبايل، بحيث مثلا انها تظهر في استوديو الموبايل، وكمان لو احنا عايزين ننسخها في اي مكان نقدر نعمل كده بكل سهولة. أغلبية الناس بتحتاج انها تنزل الصور دي لما بيكونوا مثلا اشتروا موبايل جديد وسجلوا الدخول بإيميل جوجل ده على صور جوجل، وحابين بقى ان هم ينزلوا صورهم القديمة على الموبايل الجديد. طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي، ولكن يا ريت في بدايه الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناه، ويلا بينا. اول حاجه هنعملها نبدا نتوجه على طول على متصفح جوجل كروم او اي متصفح هنبدا ندخل عليه بالشكل ده. بعد كده هنيجي في محرك البحث هنبدا نكتب جوجل تيك اوت زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. بعد كده هندخل على اول لينك معانا. هنا اول خطوه واهم خطوه نبدا نتاكد ان احنا مسجلين الدخول بايميل جوجل اللي عليه الصور، لان ممكن تكون انت مسجل دخول بايميل جوجل عادي لسه انت مثلا عامله جديد ولا حاجه، فمش هتقدر توصل للصور القديمه بتاعتك. لازم تتاكد ان انت مسجل الدخول بايميل جوجل اللي عليه الصور. بعد كده هننزل تحت شويه هنضغط على كلمه الغاء اختيار الكل. بعد كده هنبدا ننزل تحت شويه لحد ما نلاقي تطبيق صور جوجل. ادي تطبيق صور جوجل اهو يا شباب، هنبدا بقى نعلم عليه بالشكل ده. في ناس ممكن تلاقي ان هنا كلمه جميع البوم الصور المضمنه دي مش موجوده، بيلاقوا بس تنسيقات متعدده بس هي اللي موجوده. في الحاله دي زي ما قلنا الايميل اللي انت مسجل بيه الدخول ما عليهوش اي صور خالص في صور جوجل، فتتاكد من الحساب اللي انت مسجل بيه الدخول. بعد كده هنبدا نضغط على كلمه جميع البومات الصور المضمنه. هنا هيبدا يجيب لك كل البومات الصور، هنا بيجيب لك بالسنه، يعني مثلا كل الصور اللي انت اتصورتها في 2027 و28 و29 لحد 22. انا فعلا اخر صور حفظتها كانت 2022. فهنا بقى تبدا تحدد هل انت عاوز كل الصور ولا مثلا عاوز الصور مثلا لسنه معينه، فتبدا تحدد اللي انت عايزه. انا هخليها متحدده على الكل. بعد كده هنضغط على كلمه حسنا. بعد كده هنبدا ننزل تحت خالص وهنضغط على كلمه الخطوه التاليه. بعد كده هنتاكد ان احنا محددين الاختيار ده على التصدير لمره واحده. بعد كده هنبدا ننزل تحت شويه وهنيجي بقى على اختيار حجم الملف، هنبدا نضغط عليه بالشكل ده. فانا اجمالي الصور بتاعتي حجمها 4 جيجا، فانا هختار 2 جيجا بحيث ان هم ينزلوا لي على ملفين. فانت تقدر مثلا لو انت عاوز تخليهم ملف واحد تختار مثلا على سبيل المثال 10 جيجا، ان هو الملف يقدر يستحمل لحد 10 جيجا صور. بعد كده هنضغط على كلمه انشاء عمليه التصدير. هنا بقى بيقول لنا يتم اعداد ملفاتك حاليا، وهيبدا يجي لك رساله على الجيميل بتاعك اللي انت مسجل بيه الدخول يقول لك خلاص ان الملف بتاعك جاهز للتنزيل. ودلوقتي ده الايميل يا شباب اللي هيوصلك. انا عشان خاطر اخترت الملفات بتاعتي انها تكون 2 جيجا بس، وانا اجمالي الصور بتاعتي 4 جيجا، فهو هنا جايب لي ملفين، هنا تنزيل 1 من اجمالي 2 وبرده تنزيل 2 من اجمالي 2. يعني مثلا لو انا عايز احمل نص الصور دلوقتي هضغط على اللينك ده. انما انت لو اخترت 10 جيجا وانت اجمالي الصور بتاعتك في تطبيق صور جوجل اقل من 10 جيجا فهيجي لك تنزيل ملف واحد بس، انما انا عشان خاطر اخترت ان انا اقسمهم على مرتين فهو جايب لي هنا ملفين، كل ملف فيه نص الصور اللي انا اخترتها. وبعد ما نزلهم وعايز احمل بقى النص التاني هرجع تاني على رساله الجيميل دي وهختار من هنا كلمه تنزيل 2 من اجمالي 2. فانا هضغط دلوقتي على كلمه تنزيل 1 من اجمالي 2. بعد كده يبدا يفتح معاك الصفحه دي، هتبدا تضغط على كلمه تنزيل بالشكل ده. بعد كده الملف هينزل معاك على الموبايل، ولو ضغطنا بقى على التلات نقط اللي موجودين فوق على الشمال واخترنا الملفات التي تم تحميلها هنبدأ نلاقي الملفات. هنا يا شباب كل الملفات اللي انا حملتها، وده ملف التيك اوت اللي فيه الصور بحجم الملف ده 3 جيجا 81. بعد كده هنبدأ نطلع بره خالص بقى وندخل على تطبيق ملفاتي، وبعد كده هنبدأ نختار من هنا كلمة التنزيلات عشان خاطر بقى نروح لملف التيك اوت اللي احنا لسه محملينه. ادي الملف اهو يا شباب، ملف التيك اوت، هنبدأ بقى نضغط عليه. بعد كده هنبدأ نضغط على كلمة استخراج، ومباشرة هيبدأ يستخرج كل الصور اللي موجودة وهتبدأ تظهر معاك في استوديو الموبايل بتاعك وتقدر بقى تستخدمها زي ما انت عاوز. وهي دي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تستخرج بيها صورك القديمة من تطبيق صور جوجل بكل سهولة. ونفس الطريقة اللي احنا عملناها دي هنروح برضو لرسالة الجيميل ونبدأ برضو نضغط على الملف التاني عشان نحمله زي ده بالظبط، وهنعمل له استخراج، وبكده تكون احنا استخرجنا كل الصور بتاعتنا القديمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.